السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم أحمد عبد الرحمن من شركة سبرينج داي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع كم مرة المفروض إن أنا أغير لوحة تبريد الخاص بالمبرد بتاعي. طبعا قبل كده هنتكلم عن فكرة التبريد التبخيري وبيشتغل إزاي. المبرد التبخيري الفكرة بتاعته بسيطة جدا، عبارة إن هو بيشتغل عن طريق إن الخزان اللي موجود أسفل المبرد، هو ده مكانه. الخزان ده بيطلع مية عن طريق المضخة لوح التبريد اللي هو ده، تمام. والهواء الخارجي بيخش المبرد عن طريق الألواح المبللة بالمياه ديت، تمام. يخرج عن طريق المروحة، هواء بارد منقى، درجة حرارته أقل من درجة حرارة الهواء الخارجي من 15 إلى 20 درجة. هنرجع لسؤال النهاردة، هو كم مرة المفروض ان انا اغير لوحة التبريد التبخيري الخاص بالمبرد بتاعي. بداية ده بيختلف على حسب نوع المبرد، نوع اللوح نفسه. ان طبعا الواح التبريد التبخيري درجات، في منها درجة اولى وثانية وثالثة. طبعا بالنسبة للالواح التبريد التبخيري بتتغير تقريبا كل 3 سنين في العادي، او كل 3 مواسم، من موسمين لثلاث مواسم بنغير الالواح ديت، وبنحط الواح جديده. في خلال الفتره ديت احنا بنحط في خلال الفتره دي احنا بنحط بنكتفي ان احنا بنغسل بس، او بنرش ميه على الالواح ديت، بننظفها عشان تشتغل بفعاليه كويسه. طبعا بالنسبه للبرد الصناعي فاحنا بننظف الالواح ديت من تقريبا كل شهر مره، بنقيها من الشوائب والتراب، عشان البرد الصناعي بيشتغل في ظروف مناخيه صعبه شويه، فهو بيتحط في الشمس في الهواء الخارجي، فبيتعرض لظروف مناخيه صعبه وبيتعرض لتراب كتير، فاحنا بنغسلها تقريبا كل شهر مره خلال الموسم طبعا. اما بالنسبه للمبرد الصناعي المنزلي اللي هو زي ده، فاحنا بنغسل لوح التبريد يكفينا بس مرة واحدة في الموسم. احنا في العادة بنستخدم المبرد ده تقريبا 3 شهور في السنة، فاحنا بنكتفي ان احنا بنغسله مرة واحدة بس في الموسم. كمان المبرد المنزلي ما بيتعرضش لظروف مناخية صعبة زي المبرد الصناعي، هو بيشتغل في البيت او في الكافيه او في الحدائق، فما بيتعرضش لظروف صعبة شوية، فبيتنضف بس مرة واحدة في الموسم يكون كفاية عليه. وبرضو بيتغير من 2 لـ3 سنين طبعا على حسب استهلاكه. شكرا جزيلا لحضراتكم، ولو في اي استفسار او حاجة ممكن تسيبوه في الكومنتات، او تكلمونا على الواتس، او تبعثونا على الايميل بتاعنا. شكرا جزيلا.